عسلامة عسلامة خياتي، وش راكم؟ وش حوالكم في هذا البرد؟ ليكم وحشة كبيرة كبيرة ما تقدروش تتصوروها. سمحوا لي على هذه الغيبة، لكن اونتر بارونتيز كل واحد وظروفه. كاين مسائل نقدروا نحكوا عليهم، لكن تبقى البيوت أسرار. بصح نقولكم بعد هذه الغيبة جيتكم بهذه الوصفة العزيزة العزيزة على قلبي. شوفوا، انا طاجين الزيتون نحبه كي يكون مكفت. شوفوا واحد البنه عظيمه عظيمه. كنت هبطته لكم مع هذا الخبز، وكنت بارطاجيته معكم ديجا شحال من مره. الخبز نتاع القمح فوالا. شوفوا، يعني هاد الطاجين ولا طاجين الزيتون يعني يديروه في الشرق بزاف، ومعروف بزاف يعني في جهة قسنطينة سكي كدا، بحكم انهم قدام بعدهم، يعني نقدروا نقولوا عندهم تقريبا نفس العوايد نتاع بعدهم. انا راني مليحه، انا شوفوا راني الحمد لله كي نكون مليحه نحب نطلع عليكم هكذا باش نعطي لكم طاقه ايجابيه. هكذا يعني باش نطلع عليكم بوصفات كيما تحبوهم. يا درا يا درا يا درا شحال تعطوني من نقطه. مساء الخير مساء الخير على قلوبكم، مرحبا بكم، شرفتوني. ما تنساوش اللايك، جزاكم الله كل خير حبيباتي. شوفوا انا راني مع الصيام، انا نحب نصوم كي يبرد الحال. بيان سور يعني قصار النهار والصيام، شوفوا ترجع عنده بنا خاصه، يعني انا الصيام يرجع على راسو. شكون كيما انا يحب يصوم في الشتاء وقت الشوفلوغ وقت القرنون؟ ما نموت عليه. شريب الله الله بالفريك الفيرميسال. شوفوا حبيباتي انا هنا ما نطولش عليكم. كما راكم تشوفوا في اول الفيديو كنتوا شفتوا معايا، كنت غليت الزيتون يعني نص طياب، حتى طاب لي نص طياب في القارص، وزدت له شويه سكر، خليته واحد 20 دقيقه حتى طاب لي نص طياب، كنت صفيته. وكما عودتوني دائما يعني نفس التقليه اللي نقليها، يعني نحمص البصل ونحمص الزرودية، كنت قطعتها الى دوائر كما شفتوا معايا. زدت ضفت الملح والتوابل، شوفوا كيما حبيتوا. التتبيله شوفوا كل وحده حره في كوزينتها. برك حبيت نقولكم برك يعني باش تعطوا واحد اللون يعني لاصوص نتاع طاجين الزيتون، ديروا الكركم وديروا الفلفل الاسود. شوفوا الفلفل الاسود ما تكتروش، يعني هكا باش ما يتكحلش، يعني لا كولور تاع طاجين الزيتون يعني باش ما تكحلش، نحبها لاصوص تكون صفرة شويه. كيما شفتوا هنا البنات، بعد ما قليت مليح هذاك الكويس تاع الدجاج، يعني انا استعملت غير كويس واحد برك البنات، يعني للبنه، لانه انا يا طاجين الزيتون كنت كثرت البصل، كنت درت الله يبارك بصله، كنت سكرفشتها، يعني تحبيت تسكر في جهه بلا غاب ولا تحبيت ميكسيها. هنا بعد ما مرقت طاجين الزيتون تاعي نروح للكفته نتاعي. شوفوا البنات، انا الكفته يعني كنت كيما شفتوا معايا كنت حطيت لها الملح، ونفس التتبيله اللي حطيتها في لاصوص نتاع طاجين الزيتون حطيتها في اللحم نتاعي، هكا باش تجيني بنينه. هنا بعد ما طاب لي طاجين الزيتون تاعي نرمي عليه الكفته العزيزه نتاعنا. يعني هي اللي راح تزيد له في البنه. وكيما على بالكم الكفته ما تطولش البنات، يعني حوالي 10 دقائق ماكسيموم ونطفي على المريقه نتاعي، يعني طبعا بعد ما نحيت هذاك المورسون نتاعي تاع الدجاج، هكا باش ما يتكرازاليش، يعني باش ما يتحليش داخل المرقة. الكفتة تاعي البنات شوفوا انا راح نساويهم، ما نحطهمش على فوا هكذا باش ما يلصقوليش، راح نحطهم ونساويهم الحبة عند خطها. درت الحبات صغار هكذا على بها بانت كونتيتي كبيرة، ونحط هذاك القرن تاع الفلفل. يا سلام راهو خضر يشهي. هنا كيما شفتوا معايا طريقة التزيين، ولا كل واحد والتزيين نتاعو البنات. برك يعني لازم تحطي هذاك المورسو تاع الدجاج الفوق هكا باش يعطي لك نظرة جميلة، وحطي له شوية يعني معدن وسمن الفوق، رشة خفيفة برك هكذا، يعني باش كنت تعرفوا البنات حنا رانا ناكلو بعيننا قبل الراجل ياكل بعينه، على بالكم البنات. وكيما عودتكم حبيباتي انا دائما نطيب في العشاء، واش يقعد يعني نسخنه في الغداء ولا كفا، رانا نتغداو به ولا ما كفاش، طبعا راح نزيد حاجة خفيفة، يا سلاطة يا بطاطا مقلية، وحنا كملنا المنيو تاعنا. شهيتكم في الجنة حبيباتي، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
انا سمحوا لي حبيباتي على الصوت، راني بلونجي والله راني في حاله مع الصيام، اتخيلوا كيفاش راني. دونك هنا كنت درت دوره خفيفه في الكوزينه تاعي، وباش نقول لكم البنات هنا كي تكملوا العشاء يعني جوست يعني باش ما تطيحش روحك ولا ما تخليش يعني الاواني تاعك يتلايموا، لازم كي تكملي العشاء تاعك ولا الفطور تاعك لازم تغسليهم هكذا باش تقعد الدنيا تاعك نقيقيه، وجو يعني على البوطاجي يعني بتليقه هكذا فيها شويه جافيل هكذا حتى تروح الريحه نتاع طاجين الزيتون. شوفوا هنا عجزت عليهم باش نخبيهم في بلاصتهم، خليتهم يقطروا برك في درت لهم تليقه وخليتهم يقطروا فوقها، وغدوه الصباح ان شاء الله نرجعهم لبلاصتهم. وكما شفتوا البنات انا الكيما الكوكوطه، على بالكم باللي عندها يديها وهذوك اليدين شغل يتخبلوا وسخ فيهم، دونك درت هذيك الخلطه تاع تاع الخميره مع الصابون، دونك ايطاليتها كامل وخليتها يعني حتى للصباح. الصباح كنت رغونتها وكنت يعني نيتوايتها بيان كيما راكم تشوفوا معايا. الى اللقاء.